ديفيد لويس يا جماعه، يعني انا بشوفه واحد ضحك على العالم كله. ديفيد لويس من اللعيبه اللي ضحك على مثال الايجنت الكويس، عنده ايجنت كويس، لان في تشيلسي هو مشي ولامبرد اول ما جه قال لك انا مش عايزه، لانه دايما عنده كوارث. هو لعيب ستايله حلو، بيجيب اجوان، بيشوط فاولات، الحته الهجوميه بيعملها كويس، وده بيخلي الناس ما تاخدش بالها من اخطائه الدفاعيه في التمركز في الفاولات والبنتات اللي بيعملها بشكل يعني عارف. لو بيلعب في الدوري المصري هتاخد اللي هو المندفع اللي هو اللي ما عندوش حسابات. هو فتح الله الدوري المصري. لا لا فتح الله فتح الله الدوري كويس. فتح الله كبير. فتح الله قبل دماغه اكتر ما بيلعب باسمه. خلص عليه ماتش مانشستر سيتي الجول الاول بيقلش في 18 راح السيلينج جايبها بينالتي قتل الماتش تماما واتطرد. خلص على الماتش تماما. احلى حاجه ان هو بارد جدا يعني. طلع عادي جدا مش مشكله. بس انا بقول لك يعني ارتيتا التغيير كان سيء جدا. الماتش الثاني نفس الكلام لارسنال، وكان العالم كله بيتغير بعد كورونا الا الارسنال. دايما الفصول البارده بتاعته يكون كاسب 1-0 ويتعادل 1-1 والفرقه تخش تدخل في جول في الدقيقه 94 وانت بتلعب المفروض على الاقل اليوروبا ليج او تشامبيونز ليج. انا بشوف دايما مشكله ارسنال لسه في الانتدابات، وكل واحد بيجي دايما عايز يحط ان اللعيبه الصغيره ماشي، لكن مثلا واحد زي اوزيل ده هيقول لك ما بيجيش وميت. يا جماعه ما ينفعش اوزيل يبقى بره الفرقه في الماتشات. ابوها ليك بتخسره، خسرت من فرقه في اخر الجدول وخسرت من فرقه في اول الجدول وبتلعب ولاد صغيرين بس. وبعدين ما انت في الاخر برضه عايز اللي يفنش. الراجل اوميانج ده عمال يجي مين بيلعب له الكوره؟ انت اللعيبه الصغيره كويسه، لكن في لازم يكون معاهم لعيبه كبيره، حتى لو هيلعب معظم او نص الوقت حطه. ما تقعدش طول المره. لاكازيت ما بيلعبش خالص بقى الماتشين ما لعبهمش تقريبا. لاكازيت ما اعرفش ليه ما بيلعبش الماتش الاولاني، ما لعبش خالص مانشستر سيتي. ما اعرفش يعني ارتيتا دماغه فيها ايه، لكن طبعا اسبوع كارثي بالنسبه لارسنال. 6 نقط راحوا من الست، راح 6 نقط.